الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله سبحانه وتعالى വിശ്വാസികൾക്ക് ആഘോഷിക്കാൻ നൽകി രണ്ട് ആഘോഷങ്ങളിൽ ഒരാഘോഷത്തിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്നത്. ചെറിയ പെരുന്നാൾ, അതാണ് ഈ ദിവസം. ചെറിയ പെരുന്നാളിന്റെ ഈ ദിവസത്തിൽ പാപമോചനത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും സ്വർഗപ്രവേശനത്തിന്റെയും ഒക്കെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു കിടക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആയിരം മാസത്തേക്കാൾ പുണ്യം നിറഞ്ഞ ഖദറിന്റെ രാത്രി കൊണ്ട് ധന്യമായ ആ റമദാൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞുപോയി. സായുധരായ സൈന്യത്തിന്റെ